delicious. السلام عليكم كل محبين اندونيسيا، مصطفى معاكم. اليوم احنا في زيارة لريزيندا مول، واحنا وصلنا دلوقتي الموقف الخاص بالموتوسيكلات. وهنا في اندونيسيا عموما كل المولات تقريبا بيكون فيها موقف خاص للموتوسيكلات وموقف خاص للسيارات، وده ناتج لأهمية الموتوسيكلات هنا في اندونيسيا، ما بتقلش أهمية بصراحة عن السيارات، بيستخدموها بشكل يومي الموتوسيكلات هنا، فلذلك في كل المولات في ساحات خاصة بالموتوسيكلات. بالنسبة لريزيندا مول، هو موجود في مدينة اسمها كاراوانج، ومدينة كاراوانج دي إحدى المدن الكبيرة الصناعية اللي بتبعد عن العاصمة جاكرتا بحوالي 70 كيلو. مول كبير ومميز في التصميم، وتقريبا في كل الماركات المحلية الاندونيسية والماركات العالمية.